بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية السنة الثالثة ابتدائي. نستأنف مع الجزء الموالي تحت عنوان نظامي لابات. نظامي لابات طبعا الحال تنعرف بأن كلمة آمي أنها تعني صديق. طبعا الحال هنا عندنا آمي أولا النبء ثم كلمة آمي عند أس، إذا نتكلم عن مجموعة أصدقاء ولكن بصيغة المؤنث. علاش؟ لأن كلمة بات نقول لابات، نقول لابات ولا نقول لوبات. إذن كلمة لابات هي كلمة مؤنثة كما نرى، إذن لذلك نقول نظامي ثم نضيف هاد أ، إذن نقول نظامي لابات. طبعا الحال كان ممكن أننا نقول مثلا نظامي لزانيمو، يعني الحيوانات، كما نعرف بأن كلمة أنيمال أنها تعني حيوان. طبعا الحال الجمع أنيمو، إذن كان ممكن أننا نقول نظامي لزانيمو. طبعا الحال كلمة بات أنها أوسع، أنها تعني كل ما غير الإنسان، يعني أنها تعني كل حيوانات غير الإنسان بما فيها الحشرات. إذن نتكلم عن نظامي لبات. طبعا الحال من حيث نبدأ أن كلمة بات أنها تعني تو أنيمال أوتر كولوم، يعني كل حيوانات من غير الإنسان. تو أنيمال أوتر كولوم يعني كل حيوانات من غير الإنسان. طبعا الحال أحيانا نتكلم عن بيرسون ستوبيد، نتكلم عن شخص أحمق، نقول عنه بات. ممكن أنها تكون كسبة. إذن عموما نتكلم عن كلمة بات أن تعني كل الحيوانات الأخرى من غير الإنسان بما في ذلك الحشرات. كلمة بات ممكن أننا نجدها في الكثير من التراكيب. إذن مثلا نقول بات نوار، لي بات نوار. لي بات نوار مقصود بها لي سونغلي، لي سونغلي. طبعا الحال لي سونغلي كما نعرف، طبعا حتى نتكلموا على مجموعة خنازير برية، يعني الخنازير ديال البر بحال اللي عندنا هنا في المغرب في الغابة. إذن هذا يسمى سونغلي. ممكن أننا نطلق عليها لي بات نوار، ممكن أننا نطلق عليها لي بات نوار. إذن هنا العبارة تتكلم عن جمع. طبعا الحال ممكن أننا في المقابل نتكلم على لابات نوار. إذن عندما نقول لابات نوار، طبعا الحال التركيبة تتكلم عن مفرد، نقول لابات نوار كما لو نقول حيوان أسود، على عكس لابات نوار المقصود بها لي سونغلي. إذن عندما نقول لابات نوار هنا المقصود بها بيرسون كون ديتست، إذن هو الشخص الذي يكرهه الناس. إذن سي لا بيرسون كون ديتست، يعني هو الشخص الذي يكرهه الناس. أحيانا نتكلم عن بات دو سون، سيتادير سي لا بات كي بورت لي فاردو، المقصود بها الدابة التي تحمل الحمل. طبعا الحال الناس من تيكونوا هازين الرحيل أنهم تيجمعوا الرحيل ديالهم على واحد الدابة، الدابة المخصصة لحمل هاد الأمتعة وليست مخصصة للركوب، إذا نسميها بات دو سون. أيضا بات دو تخي يعني أن دابة مخصصة للجر، إذا نسميها بات دو تخي يعني أن دابة مخصصة للجر، سواء جر المحرات أو جر عربة مثلا، إذا نسميها بات دو تخي. عموما عندما نتكلم عن بات أيضا بصفة الجمع، إذا نتكلم عن الماشية. عموما عندما نتكلم عن بات ونقصد بها الماشية بما في ذلك البقر والغنم والماعز. ومن مثلا نتكلم عن لابات أكورن، لابات أكورن يعني نتكلم عن الحيوانات ذات قرون بما في ذلك كما قلنا لبوف لفاش لشيف، يعني كل هذه الحيوانات عندهم قرون. إذن نطلق عليهم بات أكورن يعني أنهم حيوانات بقرون. طبعا الحال كما قلنا بأن هذه كلمة بات ممكن أن تستعمل كسبة يكون لها معنى مجازي، إذن فالمقصود بها شخص ساذج أحمق أو شخص بدون فائدة، إذن ممكن أننا نسميه بات. إذن عندنا هنا نظامي لبات يعني أصدقائنا الحيوانات بالمعنى الذي ذكرنا. إذن جولي أنا أقرأ أن جور يعني يوم، طبعا الحال أن جور بحال تنقول أن ستيلو أو بيان أن راجل، إذن نقول قلم نسطرة. طبعا الحال هنا عندنا أن جور يعني يوم.
لكن هنا في القطعة اللي عندنا هنا، بالإضافة إلى أن كلمة أن جور أن تعني يوم، يعني يوم واحد، ولكن المقصود بها هنا في أحد الأيام أو في يومين. إذا المقصود بها هنا في أحد الأيام أو في يومين. إذن أن جور يعني في أحد الأيام، لا تورتي يعني السلحفاة، دادا. إذن هذه السلحفاة اسمها دادا، غاماس إن سالاد، غاماس إن سالاد يعني أن تجمع أو تلتقط. لو فيرب غاماس المقصود به جمع أو التقط، يعني أنك تجمع شيئا أو تلتقطه إن كان مشتتا على الأرض. إذن نقول غاماسي. إذن هنا عندنا أن جور لا تورتي دادا غاماس إن سالاد، يعني أن السلحفاة دادا تجمع وتلتقط إن سالاد، يعني سلطة كما نرى في الصورة. إذن أن جور لا تورتي دادا، لا تورتي، لا تورتي دادا غاماس إن سالاد. لو لابا دودو، لو لابا دودو يعني الأرنب دودو. إذن السلحفاة اسمها دادا والأرنب اسمه دودو. إذن أن جور لا تورتي دادا غاماس إن سالاد. لو لابا دودو أغيف دون لو جاردان، أغيف دون لو جاردان يعني أنه وصل إلى الحديقة. طبعا الحال هنا عندنا وصل في الحديقة، طبعا الحال هو متواجد في الحديقة. إذن هو وصل في الحديقة، إذن المقصود أنه وصل إلى الحديقة. إذن لو لابا دودو أغيف دون لو جاردان، إذن أغيف سي لو فيرب أغيفي. إذن لو لابا دودو أغيف دون لو جاردان. Il veut manger. Il veut manger la salade de la tortue. Il veut, c'est le verbe vouloir. Il veut, c'est le verbe vouloir. يعني هو فعل أراد. إذن il veut يعني هو يريد. Manger يريد أكلة. طبعا الحال هنا عندنا أكلة، ولكن المقصود به أكلة. إذن il veut manger يعني أنه يريد أكلة la salade de la tortue. إذن هو يريد أكلة سلطة السلحفاة التي جمعتها كما قلنا. La chat est sur le toit. La chat est sur le toit. Voilà la chat et voilà le toit. Voilà le toit vert. إذن هذا السقف الأخضر. Voilà le toit vert. La chat est sur le toit. إذن طبعا الحل لو شا هو القط، la chat هي القطة. إذن لو شا هو القط، la chat هي القطة. إذا لا شات إي سور لو توا، القطة فوق السقف. إل لي روغارد، إل يعني هي، المقصود القطة. روغارد يعني تنظر، إل روغارد يعني هي تنظر. إذا إل روغارد لا تورتي إل لابا، يعني هي تنظر السلحفاة والأرنب. إذا لما بغيناش نعاودو هاد السلحفاة والأرنب، إذا إل لي روغارد هي تنظرهم، هي تنظرهم كما لو نقول هي تنظر إليهم، أو بمعنى آخر هي تنظر إليهما، كأن تنظرهم. هنا عندنا تنظرهم كأن هذا النظر يقع عليهما. إذن إلي روغارد هي تنظرهما. إذن طبعا الحال هاد لي تتعوض هاد هما، تتعوض هاد هما. إذن نعيد أن جور لا تورتي دادا غاماس إن سالاد. Le lapin dodo arrive dans le jardin. Il veut manger la salade de la tortue. La chatte est sur le toit. Elle les regarde. À suivre, l'île mutabaa. À suivre, l'île mutabaa. سبق لنا تكلمنا على le verbe suivre. يعني تابع. إذن suivre quelqu'un يعني أنك تتابع شخصا. ومن كلمة la suite يعني المتابعة. هنا طبعا الحال عندنا à suivre. طبعا الحال تعني أيضا للمتابعة. إذن عندنا مؤتي، عندنا مؤتي كلمات أدوات، مؤتي كلمات أدوات كما رأينا. لكن في هذه المرة غنشوف هاد الكلمات الأدوات كما عندنا هنا. إذن عندنا له إيل ثم سيغ. إذن له مقصود بها هو ديك الأداة ديال التعريف اللي تتجي قدام الكلمات واللي تتبين لنا بأن الكلمة أيضا بأنها مذكرة، مثلا لو لابان. إذا من خلال هاد لو
تنعرف بأن كلمة لبة هي أولا كلمة معرفة، إذا قلنا الأرنب ولم نقل أرنبون، لولبة يعني الأرنب دودو. إذا من خلال هذا له تنعرف بأن كلمة لبة يعني الأرنب تنعرف بأنه معرف، المقصود أنه معروف، إذا لولبة دودو يعني كأننا نعرفه. أما لو قلنا اللبة يعني أرنب لا نعرفه ولا نعرف اسمه مثلا، إذا هنا عندنا لولبة. إذا هاد له أن تجي قدام هاد الكلمة باش تتعرفها. ما معنى تتعرفها؟ تتبين لنا بأن هاد السيد أو هاد الشيء اللي درنا قدامه له قدام الاسم ديالو، إذا تنعرفه بأنه راه معروف، وبالتالي تنضيفه قدامه له بدل كلمة أه. إلا ما كانش معروف طبعا الحال قدام الكلمة تنضيفه أه بالنسبة للمذكر، بالنسبة للمؤنث نضيف إن. ونفس الشيء هنا بحال اللي عندنا هنا في حالة التعريف ديال المؤنث نقول لا، مثلا كما عندنا هنا لا تورتي، لا تورتي دادا، مثلا كما عندنا هنا لا تورتي دادا. إذا بطبيعة الحال كلمة تورتي هي كلمة مؤنثة، إذا ممكن أننا نضيف أمامها لا أو إن، ممكن أننا نقول إن تورتي يعني سلحفات. ولكن هناك فرق بين أننا نضيف إن أو لا، بين أننا نضيف إن أو لا كما عندنا هنا. إذا ضفنا غير إن المقصود أنها ما معروفاش وما خاصناش نذكر الاسم ديالها. علاش؟ لحقاش درنا قدامها إن، علاش؟ لأن سلحفات ما عرفناش. ولكن عندما نقول لا تورتي يعني أنها معروفة حتى ولو أننا لم نذكر الاسم. إذا نفس الشيء كما عندنا هنا له لولابا، إذا كلمة لبة هي كلمة مذكرة ثم أنها معرفة، إذا سنضيف أمامها له بدل أ. إذا كلمة له أن تأتي باش تعرف لنا الكلمات. طبعا الحال إحنا سنتكلم هنا على الأداة ديال التعريف، مثلا كما عندنا هنا لوتوا، لوتوا يعني السقف، يعني سيور لوتوا على السقف، يعني كأننا نعرف هذا السقف، إذا إحنا عرفنا هذا السقف. ولكن إذا قلنا سيغ أنتوا، سيغ أنتوا كان ممكن أننا نقول هذا، المقصود أن هاد القطة أنها فوق واحد السقف، ما عرفناش أشمن سقف. ولكن عندما نقول أن القطة فوق السقف ما معنى هذا؟ معنى أن السقف معروف كأننا نعرفه. طبعا الحال حنا تنقرأ القصة ما عارفش أشمن سقف، ولكن هو تيجي بهذا المعنى كأننا نعرفه. إذا لاشات مثلا سيغ لوتوا، إذا القطة القطة سيغ لوتوا فوق السقف، السقف كأننا نقول السقف، المقصود السقف. طبعا في الحالة هنا تنتكلم على هاد له، هاد له لتجي كأداة تعريف، ما تنتكلموش على الضمير، راه ممكن أننا نجد له كضمير، هذاك راه له آخر. مثلا لنفرض بأن هاد القطة تنظر إلى الأرنب وحده، لنفرض أن القطة تنظر إلى الأرنب وحده، إذا نقول ماذا؟ نقول لا شات اي سور لو توا ال لو روغارد، ال لو روغارد هي تنظر إلى هاد الأرنب. إذا عندنا لو هنا، وهاد لو ليست هاد لو اللي عندنا هنا اللي تكلمنا عليها قبل قليل، هذا ضمير، هذا هي تنظره. على حسب الجمع نقول ال لي روغارد، هي تنظرهم. في اللغة الفرنسية كما نعرف بأنه كاين المفرد وكاين الجمع، ما كاينش المثنى، أن تنظر إليهما، ولكن في اللغة الفرنسية نقول هي تنظرهم، إذا ال لي روغارد. إذا كان ممكن أن هاد القطة تنظر فقط للأرنب فنقول ال لو روغارد، ال لو روغارد هي تنظر. إذا يجب أن نفرق بين هاد له ديال الضمير وبين لو اللي تنتكلموا عليها اللي ضمن هاد لي موتي، ضمن الادوات، الادوات. طبعا الحال حتى هذيك لو حتى هي من الكلمات الادوات، غير حنا تنتكلموا على هاد لو اللي عندنا هنا، هاد لو اللي عندنا هنا راه المقصود بها تقصدوا بها هاد لو ديال التعريف كما عندنا في النص. تتبقى لنا ايل، هي كلمه تعني هو، اذا هي واحده من الضمائر، من مجموعه الضمائر انها تاتي مثلا في الصرف. إذا كما نقول مثلا جو تي إيل آل نو فو إيل، طبعا الحال أفيك أس، آل أفيك أس. إذا نتكلم عن إيل كضمير نقول هو، إذا نتكلم هنا عن إيل كضمير
والتي تعني هو. وفي الأخير عندنا كلمة سيور. سيور طبعا الحال هذه كلمة تعني فوق. إذا عندنا هنا سيور المقصود بها فوق. إذا سيتون بريبوزيسيون يعني هي واحد الأداة. إذا كأننا نقول بأنها أداة جر إن صح التعبير. إذا نتكلم عن سيور اللي تتعني فوق. إذا طبعا الحال هذه أداة من الأدوات التي تفيدنا في الربط بين الكلمات. إذا طبعا الحال هناك واحد الكلمة أخرى كأدجيكتيف كوصف. إذا نقول عن شيء بأنه سيور يعني أنه مر أو حامض. حامض أو مر. إذا نقول عنه سيور. طبعا الحال في المؤنث نقول سيور ونضيف أ. هناك كلمة أخرى بحالها سيور. الفرق هو أن فوق إي تتكون عندها واحد الشابو. طبعا الحال في المذكر تتكتب بحالها فقط. الفرق فوق هاد إي تتكون عندنا واحد الشابو. فوق إي تتكون عندنا أكسون سيركونفلكس يعني أكسون بحال الشابو تتكون فوق إي. إذا الفرق طبعا الحال في المذكر هو هاد الأكسون. إذا هذا المقصود به أكيد. مثلا خبر أكيد في حالة المؤنث نضيف أ. الكلمة اللي عندنا في النص نتكلم عن سيغ المقصود بها فوق. إذا جوتيا أنا أستنبط وأستنتج. إذا كما نرى كما نرويون سيغ لبخمير إماج كسكونا هنا إن طغتي إن طغتي إن طغتي إذا رامي فاسو إن طغتي بور لا دوزيام إماج كسكونا كديزين لا دوزيام إماج ماذا تمثل الصورة الثانية. سيتون شات. إذن هي قطة. إذن سيتون شات. إذن لا مفاصل. إن شات. pour la troisième image qu'est-ce que c'est c'est un toit. طبعا الحال الطفل الآخر أنها لا تنطق. طبعا الحال فيما نشوف هاد أو إي تنطق واو. بحال عندنا واحد الواو فوق منه واحد الفتحة. إذن أو إي تنطق واو. إذن طبعا الحال هاد الطفل الآخر أنها لا تنطق. إذن نقول أن توا. إذن سيت أن توا. بور لا ديغنييغ إيماج كيسكو سي سيت أن جاردان. سيت أن جاردان يعني حديقة. إذن لا مين فاسو أن جاردان. أن جاردان إذن حديقة. كومبيتونس يعني قدرات. أ لا فان دو سيت سومين في نهاية هاد الأسبوع تو سوغا كابابل أنت ستكون قادر دو دوموندي أن رونسينيومون من طلب renseignement يعني معلومات أو إخبار. tu seras capable de demander un renseignement أنك ستكون قادر على طلب إخبار يعني أنك مثلا بغيت تعرف القطار ماش غيدوز أو تريد إرشادات مثلا في المطار إلى آخره. إذن tu seras capable de demander un renseignement يعني أنك ستكون قادر على طلب معلومات أو إخبار. أيضا de lire les sons des étés. ايضا لي مو اي لي فراز لي كونتونون سي تادير تي سو كابابل دو لير لي مو اي لي فراز لي كونتونون اوسي تي سو كابابل دي كرير كوريكتومون دي اتي يعني انك ستكون قادر على كتابه على الكتابه بشكل صحيح. نقول عن شيء بانه كوريكت يعني انه صحيح. اذا تي سو كابابل دي كرير كوريكتومون يعني انك ستكون قادر على الكتابه بشكل صحيح دي اتي. Et enfin, tu seras capable de prendre soin des animaux. يعني أنك ستكون قادر على أخذ عناية بالحيوانات. إذن de prendre soin يعني أنك تأخذ عناية يعني المقصود أنك تعتني. إذن de prendre soin des animaux يعني أنك ستكون قادر على أخذ عناية بالحيوانات. إذن compétence كما قلنا. À la fin de cette semaine, tu seras capable de demander un renseignement. De lire les sons DET, de lire les mots et les phrases les contenant. Aussi, tu seras capable d'écrire correctement DET et de prendre soin des animaux. L'acteur de la Qadr, hayakum Allah, wa ila liqa'in qadim bi idnillah.